وهو يفي بهذا الوعد من خلال الكثير الكثير من الأعاجيب التي اجترحها الرسل وبعدهم خلفاءهم والكثير من القديسين والقديسات في تاريخ الكنيسة ولحد يومنا هذا. هذه القصة التي تشير إلى الأعجوبة الأولى التي صنعها الرسل ترد في الإصحاح الثالث من سفر أعمال الرسل، وكما ذكرنا هي الأعجوبة الأولى التي يجريها الرسل بعد صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماء. تبدأ القصة في هذا الإصحاح بأن بطرس ويوحنا، يبدو أنه كانا يترافقان كثيرا، يصعدان إلى الهيكل في صلاة الساعة التاسعة. الحقيقة في بعض الترجمات هناك ترد معلومة ربما قد تثير تساؤلات لديكم، ربما تشكككم في مسألة اختلاف بينها وبين نصوص أخرى، فترد صلاة الساعة الثالثة. الحقيقة صلاة الساعة الثالثة صحيح هذا النص، وإذا قرأنا ترجمة تقول صلاة الساعة التاسعة هي أيضا صحيحة، لأن علينا أن نفهم طبيعة اليوم اليهودي. اليوم اليهودي كان يتكون من 12 ساعة، والليل يتكون من 12 ساعة حسب التقليد اليهودي، لكن هي مو من 12 إلى 12، هي الحقيقة أنه من 6 حتى 6. فاليوم اليهودي هو من 6 صباحا من الفجر حتى المغيب إلى 6 مساء. لذلك صلاة الساعة الثالثة، كيف أنه هي صلاة الساعة الثالثة وهي التاسعة أيضا؟ أنه هي صلاة الساعة الثالثة كتسلسل ساعات، فهي الساعة الأولى، إذا اليوم اليهودي يبدأ في الساعة السادسة، فالساعة الثالثة تصبح هي الساعة التاسعة. فستة صباحا الساعة الأولى، سابعة الساعة الأولى هذه من السادسة إلى السابعة، السابعة إلى الثامنة، والثامنة إلى التاسعة هي الساعة الثالثة. فبعض الترجمات عليها أن لا تشوشنا، عليها أن لا تشككنا، لأنه علينا أن نفهم الثقافة المرتبطة بنص معين وخلفية الكاتب وأمور أخرى تكلمنا عنها سابقا لكي نفهم النص بشكل أفضل. كان هناك رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فلما رآه بطرس ويوحنا هو رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل، سأل ليأخذ صدقة. نظر إليه بطرس ويوحنا وقالوا له انظر فينا، انظر إلينا حتى يصير اي كونتاكت، لان كان فقط يستعطي، ما يهمه من الذي يعطي وما الى ذلك. فلاحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا، فقال بطرس ليس لي فضه ولا ذهب. من هذه الايه جاءت تسميه جمعه الذهب، هي جمعه الذهب، لكن ليس هذا الذهب الذي نعرفه، هو شيء افضل بكثير من الذهب. قال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت ركباه رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي. نلاحظ هذه الآية، ودخل معهما الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. يعني تخيلوا شخص أعرج من بطن أمه يحمل، يعني ما يستطيع أن يمشي حتى بمفرده، يحمل من بطن أمه ويبدأ بالمشي. طبعا هذا يطفر ويقفز ويسبح الله،
يقول النص: وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. طبعا آباء الكنيسة في هذا اليوم في تذكار جمعة الذهب، آباء كنيستنا المشرقية يختارون نصا من الإنجيل المقدس بحسب البشير لوقا، رغم أنه هذه القصة ترد أيضا في الإنجيل المقدس بحسب البشير متى، وسنحاول أن نرى ما وجه التشابه، ما وجه الاختلاف بين القصتين، ونحلل النص لكي نصل إلى الرسالة أو الدرس اللي ممكن أن نتعلمه من هذا النص. طبعا قصة الإنجيل بحسب لوقا ترد في الإصحاح السابع، ويبدأ هذا النص بدخول الرب يسوع إلى كفر ناحوم. وكان عبد لقائد 100 مريضا مشرفا على الموت وكان عزيزا عنده، عندما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود. يعني أول معلومة نستطيع أن نتوقف عندها هي أنه قائد 100 هو ليس يهوديا، لأن من اسمه قائد 100 اليهود لم يكن لهم جيش، كان لهم حرس الهيكل الحقيقة، لم يكونوا جيش، عبارة عن حرس يحرس الهيكل، كانوا في تحت أمرة رئيس الكهنة، وهم الذين قبضوا على الرب يسوع المسيح. فمن التسمية قائد 100 ممكن أن نستنتج أن هذا الشخص هو من الجيش الروماني، هو روماني، ولأن الرومان كانوا يحتلون الأراضي المقدسة لفترة طويلة في ذلك الوقت. هذا الشخص غير يهودي، ونلاحظ أنه يرسل إلى الرب يسوع مجموعة من شيوخ اليهود لكي يسأله أن يأتي ويشفي عبده. جاءوا هؤلاء الشيوخ إلى الرب يسوع وطلبوا باجتهاد، قائلين باجتهاد يعني بإلحاح وبتأكيد، يعني they gave it a push أنه حتى الرب يسوع يقبل بهذا الموضوع. قالوا إنه مستحق أن يفعل له هذا لأنه يحب أمتنا. هذا قائد 100 اللي هو مو يهودي، يحب أمتنا وقد بنى لنا مجمعا، بنى سينغوغ، بنى هيكل يهودي يصلون فيه في تلك المدينة الظاهر. فذهب يسوع معهم، وإذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد 100 أصدقاء يقولون له: يا سيد لا تتعب، لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك. يعني ربما هناك شخص لما يقرأ التفصيل الأول يقول: لماذا لم يذهب إليه بشكل مباشر؟ يعني غير كان يشوف أنه إيمانه بالرب يسوع، ولو هو روماني حتى يقنع الرب يسوع يجري هذه المعجزة. لكن البشير لوقا كاتب الإنجيل يذكر في آية أخرى أنه كيف هو out of humility، هو عن تواضع لم يتجرأ أن يأتي إلى الرب يسوع. يقول في الآية 7: لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ فتاي. لأني أنا أيضا إنسان، يقول أنا أيضا سلطان، إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، والآخر ائتي فيأتي،
ولعبدي افعل هذا فيفعل هذا. لما سمع يسوع هذا الكلام تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال: أقول لكم، هنا علينا أن ننتبه، أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح، قد شفي. طبعا أيضا معلومات أخرى عن هذا النص: الرب يسوع المسيح يجري هذه المعجزة عن بعد، يعني هذه معجزة، واحدة من المعجزات النادرة للرب يسوع التي يجريها عن بعد بعيد المدى. يعني بعض الخبراء في الكتاب المقدس يشيرون إلى أنه البعد، بعد المسافة، كان تقريبا 24 كيلومتر بين الحدث وبين حسب التقليد موقع بيت هذا قائد المئة. فنلاحظ أول شيء ممكن أن نتعلمه من هذا أنه الرب يسوع موجود في كل مكان، وليس شرط أن يكون، يعني أن نذهب إلى أماكن حتى ولو كانت مقدسة، حتى ولو فيها ظهورات، حتى تتم لدينا أو تتم معجزة في حياتنا، معجزة نحن بحاجة إليها. اللي يقتضي الشيء هو إيمان الشخص. المعجزة إخوتي وأخواتي هي ليست عمل خارق. علينا أن نغير تفكيرنا بمفهوم المعجزة. المعجزة هي ليست عملا خارقا، عملا سوبرمانيا، عملا ما وراء الطبيعة، يخرق قوانين الطبيعة. المعجزة هي علاقة بين الله والإنسان والإنسان والله. الله يريد دائما أن يكون حاضر في حياة الإنسان. فالمعجزة الحقيقة هي علاقة تعتمد تفعيلها وكونها علاقة حية تثمر ثمر، اللي هو المعجزة. تحقق المعجزة يعتمد على الإنسان أكثر من الله. كثير من الإخوة والأخوات يستغربون عندما يسمعون هذا الكلام أنه المعجزات لا تعتمد على الله، تعتمد على الإنسان. بمعنى آخر أنه تعتمد على إيمان الإنسان الذي يجعل الله يجري معجزة حتى بشكل بعيد المدى، مثل ما نلاحظ في هذا النص في الإنجيل بحسب مرقس. كثير تعجبني إحدى الفقرات، إحدى النصوص في الإصحاح السادس، مرقس 6، إذا نقرأ ونرجع له، يقول: فمكث الرب يسوع هناك أياما يسيرة. أين هناك؟ في وطنه، في الناصرة. ولم ننتبه إلى هذا النص، ولم يستطع أن يجري خلالها، خلال هذه الأيام القليلة، أي معجزة، سوى أنه وضع يده على بعض المرضى فشفاهم، اللي عنده سخونة، اللي شوية رأسه دي أذينه، بس هذه اللي قدر يسوي الرب يسوع. لم يستطع هذا الله المتجسد، لم يستطع أن يجري أي معجزة. كيف ممكن أن نقبل هذا الكلام؟ مرقس يجيب على هذا الكلام ويعطي السبب بعده بسطر واحد، بآية جديدة، يقول: فتعجب من قلة إيمانهم. يعني معنى هذا أنه إيمان الإنسان هو الذي يجعل الرب يسوع المسيح يجري المعجزات. إيمان الإنسان هو الذي يجعل الله يتحرك. إيمان الإنسان هو الذي يجعل الله يكون حاضر في حياتنا ويغير هذا الواقع. في النص بحسب البشير متى، طبعا مثل ما وعدتكم أنه أيضا نتطرق إلى هذا النص، يرد هذه القصة ترد في الإصحاح الثامن،
بحسب البشير متى، وعلى خلاف على اختلاف القصة اللي وردت في لوقا، في متى هناك لقاء شخصي بين قائد المئة وبين الرب يسوع المسيح، وقائد المئة يقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا، فقال يسوع أنا آتي، يسوع يأخذ المبادرة، أنا آتي وأشفيه. قائد المئة يجيب يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ فتاي. بالمناسبة هناك مفارقة جدا رائعة تسهل علينا حفظ هذه الآية، لست مستحقا أن تدخل سقف بيتي، في الـ في الـ في القصتين بحسب لوقا وبحسب متى. لازم اليوم لازم نحفظها هذه الآية، نحفظ المرجع، يعني لأن حتى دائما نثبت أنه نحن ندرس الكتاب المقدس ونحفظ الكتاب المقدس حتى نستطيع أن أيضا ننور الآخرين، أن نكرز باسم الرب يسوع إلى الآخرين. هذه العبارة أبدا ما تغلط وتساعدنا على الحفظ. في لوقا هي 7:7 إصحاح 7 الآية 7، في متى هي 8:8 إصحاح 8 الآية 8. يعني هذه من الأمور الرائعة جدا الموجودة، المفارقات الموجودة في النصين. ماذا نتعلم من هذه القصة؟ في متى واضح جدا الحقيقة، الرب يسوع يقول لم أجد ولا في إسرائيل مثل هذا الإيمان. يعني علينا أن نتذكر شيء واحد، أنه لوقا يكتب إلى ثقافة يونانية، هذا قائد المئة هو روماني، فهو بثقافة يونانية رومانية غريكو رومان كولتشر. يريد لوقا يقول أنه الخلاص هو ليس فقط لليهود، لاحظوا هذا البطل هذا من خلفية غريكو رومان، من خلفية يونانية رومانية، ولكن الرب يسوع كيف أنه أشاد بإيمانه يقول لم أجد ولا في إسرائيل مثل هذا الإيمان. ماذا يعني هذا إخوتي وأخواتي إذا نعكسه على حياتنا اليوم في واقعنا المعاصر؟ ممكن أن يعني أن هناك أشخاص غير مسيحيين لم يعتمدوا، لم يمارسوا الحياة المسيحية مثلنا، ولكن ممكن أن يكون إيمانهم بالرب يسوع المسيح أقوى من إيماننا. لما هذا الإيمان يكون صادق ويكون حقيقي في الحياة معاش، ونحن نصير مثل أولئك الذين يتسمون بالمسيح، نسمى مسيحيين، لكن إيماننا يكون هش وضعيف، تهز التجارب حتى البسيطة، مشكلة بسيطة في حياتنا، خبر مزعج في حياتنا، مرات بالسياقة سائق يضايقنا، نلاحظ أنه إيماننا يتزعزع ويتشكك، ونبدي نتذمر، ونبدي مرات كلام بذيء وما إلى ذلك من أمور. أما إذا نجي على قضية الأمراض والمشاكل العائلية، هناك كثير من الناس اللي بسبب المشاكل، بسبب مصائب وقعت في حياتهم صادفتهم، تركوا الله لأنه تشككوا. نتذكر مثل الزارع، الأربع أشخاص، أربع أنواع من الأشخاص، البذر اللي يقع في على الطريق تدوسه الناس، والذي يقع في الصخر، والذي يقع في تربة صالحة ينمو شوي وبعدين تخنقه الأشواك، ولكن هناك بذور وقعت في تربة صالحة وأثمرت ثمرا وفيرا، 30، 60، 100. اليوم لنسأل أنفسنا إخوتي وأخواتي، هل نحن بهذا الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي عاشه الرسل في الأيام التي تلت
صعود الرب يسوع المسيح إلى السماء، الإيمان الذي جعل الرسل الحقيقة يصنعون المعجزات، يصنعون المعجزات باسم الرب يسوع المسيح. يعني ما هذه الجرأة، ما هذه الثقة عند بطرس ويوحنا أنه يقولان لهذا المقعد الذي من بطن أمه هو أعرج لا يستطيع أن يمشي، يقولان له باسم يسوع المسيح الناصري أقول لك قم وامشي. اليوم إخوتي وأخواتي المعجزات في حياتنا المعاصرة لا زالت حية، المعجزات لم تنقطع، لم تتوقف ولن تتوقف، ولكن لنتذكر ما قلته قبل قليل، المعجزة تعتمد على إيمان الإنسان، تعتمد على علاقة الإنسان بالله. سؤال مهم جدا، كيف ننمي هذا الإيمان؟ يعني يسألون كثير مرات الإخوة والأخوات هذا السؤال، أبونا كيف أنمي إيماني؟ يعني أنا أشعر أنه إيماني هو يعني جيد، ولكن كيف أنمي هذا الإيمان؟ ننمي هذا الإيمان عندما نصلي بتأمل، عندما نختبر الله، مو نختبر يعني نضعه في تجربة، نختبر علاقتنا بالله. نحتاج في حياتنا إخوتي وأخواتي إلى سكينة، إلى هدوء، إلى جدية في مسألة تنمية علاقتنا بالله. هل نعطي الله في حياتنا البرايم تايم، الوقت الأفضل في اليوم، أم الصلاة نعتبرها فد واجب مجرد أو شيء من القبيل؟ علينا أن نفرق بين شيئين إخوتي وأخواتي، الإيمان والتدين. هناك أربع أنواع من الأشخاص في مسألة التمييز بين الإيمان والتدين. هناك أشخاص مؤمنون ومتدينون، هناك أشخاص مؤمنون غير متدينون. ما هو التدين؟ هو أنه نصوم فلان يوم وفلان يوم، أنه إلى ساعة 12 فعلا 12 إلا دقيقة نو لازم تعبر ال 12 حتى ناكل. التدين هو هذه الضوابط والشعائر والريتشولز اللي الكنيسة تضعها أو أي دين آخر ممكن أن يضعها، هي عبارة عن guidelines، عن ضوابط، عن تقاليد، عن وصايا، عن نظم تساعد الإنسان أن ينظم حياته الروحية. لكن الإيمان هو حياة، هو حياة، هو عيش الله، مثل ما كان يسوع عايش هكذا نعيش. فليس شرط أنه فلان ساعة أو فلان ساعة لما نعيش حياة الله في حياتنا. لذلك إخوتي وأخواتي، رغم أنه يعني أنهما لا يقتربان من بعضهما البعض في الكثير من الأحيان، لكن هناك علاقة بين الإيمان والتدين. وهناك لدينا أشخاص مؤمنون متدينون، مؤمنون غير متدينون، لدينا غير مؤمنين، غير مؤمنين متدينين، لدينا غير مؤمنين وغير متدينين. هؤلاء هذه الـ الأنواع الأربعة من الأشخاص اللي ممكن أن نكون واحد منهم في حياتنا. علينا أن ننمي هذا الإيمان كل يوم بتوطيد هذه العلاقة الشخصية بالرب يسوع المسيح، مثلها مثل أي علاقة. يعني اليوم في القداس لما كنت دعم القداس كنت أحكي للمتزوجين، يعني حتى لو ما في مشكلة أو ما في طلب معين، يعني مو الزوج والزوجة فد مرتين ثلاثة يصير بيناتهم تلفون حتى واحد يطمئن على الآخر، هو بالعمل هي بالعمل أو في البيت أو العكس صحيح، بس هذا التلفون المتكرر هو عبارة عن تنمية لهذه العلاقة حتى تصير ألفة، وهذه الألفة
تصبح عشرة، وهذه العشرة تتوطد والحب يعمق أكثر فأكثر، ويصبح علاقة شخصية متينة ما تهزها الأمواج. هكذا الآباء والأبناء أيضا، الأب نلاحظ يتابع أبنائه، يخابر من يروحون الأبناء إلى مكان آخر مرتين ثلاثة يطمئن عليهم، وهكذا الأصدقاء بيناتهم أيضا. فإذا نعكس هذا الموضوع على علاقتنا بالله، هل نحن نتواصل يوميا مع الله أكثر من مرة؟ أسأل كثير ناس شقد تصلون؟ أبونا قبل ما ننام نصلي بس، فقط يعني الله لا يستحق. هذا اللي يعتني بينا يقول سفر المزامير لا ينام حارسك، قاعد سهران، أنه يعتني بالإنسان ويفكر بالإنسان. ما يقول سفر المزمور 8 ما الإنسان حتى تفكر فيه؟ ما بعدين رسول بولس يستلهم من هذا المزمور يقول ما الإنسان حتى تعظمه، كللته رفعته بالمجد صنعته أنقص قليلا من الملائكة. يعني ما يستحق هذا الله أنه نعطينه شوي وقت أكثر؟ في بستان الزيتون نتذكر الرب يسوع يجي للتلاميذ يقول ساعة واحدة ما قدرتم تسهرون معي؟ يعني كيف نحن نريد أن ننمي علاقتنا اليوم، نصير مثل قائد المئة ونحن متدينين لكن غير مؤمنين؟ ما دنعيش إيماننا بس، دنعيش التدين، دنروح الكنيسة، دنصوم، دنصلي، دنصلي الوردية، نعمل كذا ونروح أخويات ونحضر نشاطات الكنيسة، ولكن الأهم من كل هذا هو أن نعيش إيماننا بشكل حقيقي حتى فعلاً نشهد للرب يسوع المسيح ونكون مثل هذا قائد المئة، نجعل الرب يسوع يكون حاضر حتى بشكل بعيد المدى، حاضر في حياتنا، يغير حياتنا دائما. في النص سفر أعمال الرسل صلاة الساعة التاسعة أو ساعة الثالثة من اليوم اللي هي ساعة 9 صباحا تشير إلى أنه كان اليهود عندهم أكثر من صلاة في اليوم. بالمناسبة إخوتنا الإسلام لما يصلون 5 صلوات هذا مأخوذ من تقليد الكنيسة المقدسة اللي هو في طقسنا المشرقي، أساسا هناك 5 أوقات للصلاة. الكنيسة الغربية أيضا يعني الشماس الإنجيلي والكاهن قبل الرسامة أو في الرسامة يعيدون أنه يصلون الصلوات 5، هناك صلوات غير القداس 5 مرات باليوم أن يصلون هذه الصلوات 5، حتى هي مو قضية تدين to fulfill a duty بقدر ما أنه تشير إلى مسألة أنه نحن في علاقة مع الله، وهذه العلاقة لازم تدام ولازم تستمر حتى نظل نصلي ونتكلم مع الله. هناك أيضا مسألة أنه هي ليست فقط عبارة عن شكلية، عبارة عن ممارسة شكلية، بل هي ممارسة شركة، لأنه عندما نصلي بهذه الطريقة فنحن نصلي مع الكنيسة المقدسة بشكل كامل، فهي ممارسة شركة ومقاسمة في الكنيسة المقدسة. هناك طبعا يعني إشارة رائعة جدا في هذا النص بحسب لوقا وأيضا في النص بحسب متى إلى القداس اللاتيني. في القداس اللاتيني قبل أن نتناول جسد الرب يسوع المسيح يقول الكاهن، يرفع الكاهن جسد المسيح ويقول هذا هو حمل الله الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. فالشعب يجيب عبارة قائد المئة، يقول لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، بل قل كلمة فقط فتشفى نفسي. نحن نصير هذا الغلام، هذا الخادم، خادم قائد المئة. نحن كلنا نصبح هذا الشخص اللي الرب يسوع يشفيه
حتى ولو لم يكن قريبا، لكن حضوره الروحي يجعله يشفى. إخوتي وأخواتي، أتمنى أننا قد استمرنا ببعض الأفكار في هذا اليوم المبارك الذي تحتفل من خلاله الكنيسة المشرقية بالمعجزة الأولى التي صنعها الرسل من خلال بطرس ويوحنا، وهو ما يسمى جمعة الذهب، التي فيها إشارة إلى قول بطرس للأعرج من بطن أمه الذي كان يستعطي على باب الهيكل: ليس لي ذهب ولا فضة لأعطيك، ولكن باسم يسوع المسيح الناصري أقول لك قم وامشي. اليوم نحن محتاجين أن نجري معجزة حقيقية في حياتنا، أن نحن نقول لأنفسنا باسم يسوع المسيح لنقم نحن ونمشي، لأن كثير من المرات إيماننا هو في حالة عرج وفي حالة عوق وينتظر لمسة من الرب يسوع المسيح. تذكارا مباركا للجميع، وليتمجد اسم الرب الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين.